بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. أما بعد، أهلا بيكم، معكم خالد محمد، وإن شاء الله في الفيديو ده هنعمل تويكينج للأبليكيشن اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، ونضيف له شوية كنترولز. مش بس خلينا نعدل في الديزاين شوية. فاحنا عندنا اوريدي الابليكيشن هي عبارة عن فورم. الفورم ديت انت المفروض بتدخل فيها النيم، وتدخل فيها الباسورد، وتعمل سبميت للانفورميشن بتاعتك ديت. فاحنا عندنا هنا عندنا ليبل للنيم، وفي تكست فيلد لي، في عندنا باسورد وليها فيلد خاص بيها برضو، في عندنا هنا زرار للسبميت، وعندنا زرار كلير، وفي عندنا هنا ليبل او عندنا فيلد. الفيلد ده ليه behavior معين هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل، بس مبدئيا هنا التايتل هو الفورم في الهند من تحت عشان الديزاين يبقى كوهيرنت شوية. هنبقى نبتدي نحدد الكومبوننتس اللي هنحتاجها. مبدئيا احنا عارفين ان ديت الستيج بتاعتي، الستيج ديت ده التايتل، جواها السين بتاعي، جوه السين ده عندنا هنا الليبلز، عندنا هنا تكست فيلد، عندنا هنا باسورد فيلد obviously، عندنا buttons، وعندنا هنا برضو تكست فيلد. ماشي. وفي عندنا هنا محتاجين نضيف behavior للزراير ديت. فمينلي اما اجي ادوس على السبميشن، المفروض بياخد الانبوت من النيم فيلد، يعمل له هنا ايه display. هنا basically بيعمل display display للنيم في الفيلد ده اول ما ادوس على الزرار، والكلير بيعمل erase لاي داتا اتحطت جوه الفورم ديت including النيم والباسورد. فده basically behavior. ان انا في الفيديو ده المين كونسرن بتاعنا ان احنا نربط الزرار باكشن معين بيتعمل له تريجر اول ما اليوزر يبتدي يدوس على الزرار، واحد بيعمل ديسبلاي والتاني بيعمل كلير. طبعا اللي اوت او البان اللي بتعمل كونتيننج للجي اي ده كله هي اوبفيسلي برضو هي ما زالت الجريد بان، وادي الرف سكتشنج ليها يعني تقريبا اعتقد هتبقى بالشكل ده الطف. فديت بالنسبه لنا هي الجريد بان. جريد مكتوب غلط، نسينا الار ده كده رف سكتش. خلينا نبتدي نعمل ل السكتش ده implementation. احنا ما زلنا برضو شغالين بانتل جي. احنا حددنا هنا التايتل، الويث، الهايت، ونعمل شوينج للكونتنت ده.
اول حاجه هنعملها نبتدي نرسم او نبتدي نحدد الليبلز، وهنا هنغير الستايل بتاع البرمجه بتاعتنا شويه. فكل اي حاجه جرافيكلي محتاجين نرسمها بنحط، بنعمل ديكليريشن للاوبجكت بره. فانا هنعمل ليبل هنا، هنعمل ليبل هنا، ونعمل له انيشاليزيشن جوه الستارت ميثود. فهتبقى عندنا الليبل، ادي النيم ليبل، ماشي، وعندنا الباسورد ليبل، ونعمل تكست فيلد للنيم، يبقى النيم تكست فيلد والباسورد تكست فيلد، وهنعمل بوتن للسبميت، ادي بوتن سبميت، وبوتن للريست او الكلير بوتن، ادي كلير بوتن. وحبذا ان احنا نحط ده يكون النيمينج كونفنشنز بتاعتنا، ان احنا بنقول الفانكشن بتاعت الحاجه ونوعها ايه، فدي يكون سبميت بوتن وكلير بوتن زي ما عملنا فوق. ده باسورد فيلد، فاحنا عارفين ان هو باسورد فيلد، نحط فيه الباسورد، نيم ان تكست فيلد، الباسورد ليبل، والنيم ليبل. فاحنا كده تقريبا نسينا طبعا الايه، الفيلد اللي احنا بنحط فيه الناتج بتاعنا او الريزلت بتاعتنا بعد ما اعمل سبمشن. فنقول له هنا مثلا يكون تكست فيلد على حسب السكتش بتاعنا، سميه دلوقتي ريزلت تكست فيلد. جوه الستيج نبتدي نعمل، احنا هنا عملنا ديكلاريشن للجرافيكال كومبوننتس بتاعتي لكل الكنترولز تقريبا اللي انا محتاجها. جوه الستارت هبتدي اعمل لها انيشاليزيشن، فادي النيم ليبل هيبقى مكتوب جواه النيم، الباسورد ليبل هيكون مكتوب جواه الباسورد، النيم تكست فيلد هي اوريدي انيشاليزد بس من غير انبوت ارجمنت للكونستراكتور، ونفس الموضوع بالنسبه للباسورد فيلد، نفس الموضوع بالنسبه للريزلت فيلد. سبميت برضو هنحط، هنكتب على هنكتب على الزرار التكست بتاعه في حالتين، هنا هو السبميت تكست والكلير تكست، وما ننساش طبعا اعتقد دي كل حاجه تقريبا. احنا معانا تقريبا 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، يعني كده تقريبا ده كل اللي احنا محتاجينه. ناقص بقى ان احنا نبتدي نحط ال UI ده كله، كل الكنترولز دي نحطها organized في جريد بان. فدي جريد بان، ونبتدي نستخدم ال add method عشان نبتدي اضيف ال content بتاعتي. ف ادي ال label بتاع ال name، ال label بتاع ال password، ال text ال name text field، الباسورد فيلد نفس النمط، ونبتدي نضيف ماشي. خلينا نشوف بس ايه الشكل ده هيعمل لنا ايه في الاخر. احنا ابتدينا نحدد هنا في الصف الاول العمود الاول، حط لي الليبل. في الصف الثاني العمود الاول حط لي باسورد ليبل. في الصف الاول العمود الثاني حط لي النيم فيلد. الصف الثاني العمود الثاني حط لي الباسورد فيلد. نعمل ران الاكواد ديت ونتاكد بس ان الايه الكود بتاعنا سليم. بس طبعا احنا نسينا هنا نحط نعمل سين ونحطه نحط جواه الجريد بان. فادي سين، نيو سين، وهنخليه برضو 700 ويدث زيه زي الستيج، ونحط السين ده جوه الستيج ونعمل ران للكود بتاعنا. فادي as desired، يبقى هو فعلا ايه الاوردر بتاعنا سليم. ناقص بقى نحط الزراير بتاعتنا. فادي ال grid pan dot add، ونبتدي نضيف ال submit button، هنحطه في الصف الثالث العمود الاول، ونحط جنبيه على طول ال clear button. وبعد ما نحط الاثنين دول هنضيف في الاخر خالص الريزلت تكست فيلد، نقول له جريد بان دوت اد للريزلت تكست فيلد،
يعني انت هنا ممكن تعمل سبانينج، يعني تحط اكتر من خانة جنب بعض، او تعمل ميرجنج لاكتر من خانة مع بعض، يعني تعمل سبانينج رو وايز او كولوم وايز، بس احنا مش عايزين حاجة زي كده. احنا هنحط الناتج بس في الصف الرابع، نعمل ران للكلام ده ونتأكد ان كل حاجة فعلا سليمة، كل حاجة فعلا as desired. بس احنا عندنا ال result text field موجود في العمود ده، لا على حسب ال sketch بتاعنا احنا ده ال position بتاعه، فبدل ما هو هيكون في العمود ده، لا هيكون في العمود ده. فده هنا ايه، واحد، ونعمل run تاني. ماشي كده تقريبا نفس الشكل اللي احنا بندور عليه. محتاجين كمان طبعا ان احنا نضيف horizontal vertical gaps ونسنتر الجريد بتاعتنا في او جوه السين. فادي الجريد بان، حط لي vertical horizontal gap الاول والvertical gap، وحط لي الالاينمنت في السنتر، البوزيشن بتاعه سنترد. فتقريبا ده الشكل اللي احنا بندور عليه. يبقى كده بعد ما انتهينا من اليو اي، ناقص بس ان احنا نحدد بالظبط البيهيفير بتاعت الزراير ديت. فحاجة زي كده نقدر نعملها ازاي؟ احنا اوريدي معانا ريفرنس للزراير، فاحنا ممكن نحط هنا ايه، بعد ما احنا ممكن نحطها في اي مكان هنا في الحقيقة، بس يفضل ان احنا نحط الاكشنز بعد الانيشاليزيشن بتاع الزراير، او بعد الانيشاليزيشن بتاع كل الريفرنسز للكنترولز اللي موجودة او اللي احنا عملنا لها ديكلاريشن. انا ممكن نقول له هنا submit button dot set on action. set on action ديت هي ميثود، الميثود دي بتعمل لها تريجرنج، بتشتغل اول ما اليوزر يبتدي يدوس على على الزرار. فدي submit button by default. احنا قلنا البيهيفير بتاعها ان هي بتاخد الانبوت من النيم وتبتدي تعرضه في الريزلت تكست فيلد. فنقول له هنا مثلا string name، والنيم ده هنجيب من نيم تكست فيلد في ميثود اسمها جيت تكست، بتجيب التكست اللي موجود جوه النيم تكست فيلد وهتحطه لي ايه في النيم فاريبل، ده نوع سترينج. بعد كده اعمل ديسبلاي للنيم ده جوه الريزلت تكست فيلد، ادي ريزلت تكست فيلد، واقول له سيت تكست، بقول له هنا التكست اللي موجود اللي انت لسه عملت له فيتش في اللاين ده حطه لي جوه الريزلت تكست فيلد. خلينا نجرب حاجة زي كده، نعمل run ونقول مثلا ايه خالد، ولما ندوس submit هنلاقي خالد ظهرت تحت. طبعا ده text field فانت ممكن ايه تعدل فيه زي ما انت عايز، تيجي تدوس submit تاني فبيعمل erase كمان، وده behavior very interesting، بيعمل بيعمل erase للtext اللي فات ويحط فيه التكست اللي هو جابه من فوق. ناقص طبعا ان احنا نعمل كمان اكشن للكلير بوتن، وobviously بيعمل كلير للفورم ديت كلها، فبيمسح النيم تكست فيلد، بيمسح الباسورد فيلد، والريزلت تكست فيلد بالمره. لو جربنا الكلام ده، فادي خالد باسورد 1 2 3 4 5، بتيجي تعمل سبميت فادي خالد اتنقلت للريزلت تكست فيلد، ولو عملنا كلير بيمسح التلاتة مع بعض. طبعا obvious behavior للفورمز ان لازم يكون النيم يكون فيه string والباسورد يكون فيها input، ولو الاتنين دول موجودين تقدر سيادتك تقدر تعمل submit وتطلع الناتج. فبكل بساطة احنا ممكن نضيف الاوبشن ده في ان هو يتأكد ان فعلا الانبوت سليم، ان الانبوت ده فعلا كامل. فاحنا هنقول ان في انبوت اصلا في الفيلدز ديت، في النيم فيلد في فاليو، في الباسورد فيلد في فاليو، وسهل ان احنا نعمل حاجة زي كده. بس انا ايه حابب اسيبها لكم كده كاكتيفيتي تجربوه، تحطوا اف ستيتمنت لو كان في انبوت،
اعمل ماشي، ابتدي اعمل سبميشن. لو ما فيش انبوت في النيم والباسورد، ابتدي طلع له مثلا برومبت دينجر دينجر، في ايرور معين او في حاجه المفروض تهندلها صح.